المشروع اللي كان معلق منذ سنوات اليوم راه بتدشينه سيكون حقيقة. المركز هذا لازم الجميع يعرف باللي الوحيد في إفريقيا والثاني في العالم العربي من بعد مركز الأردن، ولكن المركز هذا اليوم الجزائر يضمن بعض الآلات، بعض الطرق لمراقبة الأدوية كلها، وتلاحظوها من بعد كلها آلات حديثة. بهذا التدشين سنكون نعزز كل ما هو داخل في رقابة الأدوية في الجزائر لكي نضمن جدوة الأدوية اللي منتجة وجدوة الأدوية اللي مستوردة.